السلام عليكم. واحدة رجعت من نسوع البيت، فهي ورجت على البيت شافت شاب درويش قاعد عم يرسم على الأرض. هان قلبها عليه، طلعت عليه هيك، قالت شو عم تعمل؟ قال عم برسم الجنة وعم قسمها. قالت ابتسمت هيك وقالت له طيب تبيعني اسم منها. قال اي بيعك. قالت له بقديش؟ قال 20 دينار. قالت له هاي 20 دينار. وحملت حالها ورجعت على البيت. نفس الليلة اللي صار معاه شهاد، حلمت انه هي بالجنة، فصحيت وخبرت جوزها بشي اللي صار معها. قام جوزها طار راح لعند شاب درويش بالمكان اللي كان فيه، شافه قال له بدي اشتري اسم من الجنة. قال له الجنة مو للبيع. قال شلون انت مبارح بيعت على زوجتي؟ قال زوجتك ما اشترت الجنة، زوجتك جبرت بخاطري، اما انت جاي بدك تشتري الجنة، والجنة ما إلها ثمن، الجنة تدخلها من جبر الخواطر. فيها ناس من صار بين ناس بجبر الخواطر انقذ الله من جوف المخاطر. مع السلامة وإلى اللقاء.